يقدر يقول لك ان الويش ما غاديش يلعب حتى الماتش وكيدخلوه داروا لنا شحال من مره. مع احترامي للشعب المصري ان الاعلام ديالهم كيلعب واحد الدور كبير. مرحبا بكم على قناه خالد با يوسف. اولا وقبل كل شيء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا حتى يصلكم الجديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم جينا نهضروا على الرجاء البيضاوي والجديد في الرجاء البيضاوي. قبل ما نبداو بغيت نقول لكم ان وصلوني ميساجات على الفيديو السابق على اساس ان الموسيقى مجهده شوي. المشكل فين كان عندنا؟ كان عندنا المشكل في الكاميرا اللي تبلوكات ما بقاتش كتبغي ان دوز لي فيديو للبي سي باش نمونطيهم. وفي هذه الحاله هذه هزينا واحد التليفون باش نصوروا به. ملي صورنا بالتليفون مونطينا بكين ماستر باش كيمونطيو بالتليفون، والمشكل ان ما كتعطيكش الصوت واش زايد ولا لا. المهم هذا الشيء خارج على الموضوع. اليوم جينا باش نهضروا على الرجاء البيضاوي وعلى الجديد ديالها، لان بعد ما فازت بركان بالكاس، بعد ما توجت بالكاس وبردات المغاربه اللي كانوا شاعلين بسبب الهزائم المتتاليه ديال الفرق المغربيه، اليوم بقات لنا الرجاء البيضاوي، بقى لنا الامل في الرجاء انها دير ريمونتادا ضد الزمالك وترجع وتشرف المغاربه. والامل ديالنا كلنا كمغاربه بدون استثناء، خلينا من ان ودادي ولا انا بركاني ولا انا قنيطري ولا، كلنا مغاربه وراء الرجاء البيضاوي. هذه من جهه. نرجعوا للجديد ديال الرجاء البيضاوي. اليوم دات واحد المسحه طبيه، داروا تحاليل اللعابه. الحاجه كاينه الحاجه اللي هي ايجابيه اللي زوينه، وكاينه الحاجه اللي سلبيه، ولكن كنتمنوا هذه اللي سلبيه تتلاشى مع مرور الوقت. الحاجه اللي ايجابيه انهم تشافوا جوج ديال اللاعبين، اللاعب نناح واللاعب الحداد. نناح ولو ان مهم لاعب في المستوى، الجو الحداد لاعب اللي ما تعطاش حقه في الاول، ومن بعد ولا كيدخل كرسمي وكيعطي داكشي اللي عليه. خصنا نعرفوا ان الحداد هو الوحيد اللي كيسد فمو، هو اللي كيلعب كره بشكل احترافي. عمرو ما هضر، عمرو ما خرج قال علاش ولا، دائما كيكون في الاحتياط. و خصنا نعرفوا ان من الناس اللي كيديها في الخدمه ديالو، كيديها في الكره، كيديها في التدريب، كيديها في هذا. ديك الهضره الخاويه ما عندوش، هو عنده نيشان وعنده غادي يدخل ويؤدي داكشي اللي عليه ويفزق القميص ويخرج. اذا هذه هي الحاجه الايجابيه ان جوج ديال اللاعبين تشافوا والحمد لله. الحاجه السلبيه انهم لقاو عاود جوج، قالوا واحد من الاداره واحد اخر تصابوا بالوباء اللي كنتمنوا انهم يتشافوا كاملين، وكنتمنوا انهم يشرفونا اللي مشى اللي حضر. حنا الان لحد الان مازال ما عرفناش شكون اللي غادي يحضر، شكون اللي ما غاديش يكون. لحد الان قالوا جوج اللي تشافوا فقط، مازال كنتمنوا وكنتسناو اللعابه كاملين تشوفوا، بغينا الفرقه كامله تشافى ان شاء الله. كندعيوا الله ان الفرقه كامله تشافى باش ما يكونش نقص عند الرجاء البيضاوي. اما الزمالك المصري كاين واحد الخبر ديال ان المدافع ديالهم اللي الاسم ديالو الوينش، قالوا انه تقاس في المقابله الاخيره ديال الزمالك البارح مع بورسعيد تقاس الوينش، وقالوا انه ما غاديش يلعب مع الرجاء. الطبيب ديالهم قال لهم ما غاديش يلعب مع الرجاء. هادشي اللي كيتداول في الفيسبوك، كيقولوا ان المدافع زعما القوي ما غاديش يحضر، والحمد لله ان الرجاء غادي تقدر دير شي حاجه. كنقول لكم انكم ما تثقوش. مع احترامي للشعب المصري ان الاعلام ديالهم كيلعب واحد الدور كبير، دور كبير كيلعبوا الاعلام ديالهم. تصوروا ان غير فهاد ديال بركان قسوا كيهاجموا ببعض المصطلحات اللي تستحي تقولها، ولاني ماشي مشكل. حنا في وجه الشعب المصري، حنا اخوه، حنا اشقاء مع الشعب المصري، الا ان الاعلام ديالهم خرج كيقول شي مصطلحات اللي ما تقبلهمش كمغربي، ولكن ماشي مشكل. حنا وراء الفريق ديالنا كمغاربه كاملين وراء الرجاء البيضاوي. كما قلت لكم المصريين الاعلام ديالهم ما تثقهمش، يقدر يقول لك ان الويش ما غاديش يلعب حتى الماتش وكيدخلوه. داروا لنا شحال من مره، شحال مقابله ضد الجيش الملكي، ضد الوداد، ضد الفرق المغربيه، كيقول لك هذا اللاعب ما غاديش يحضر. هذه غير حروب اعلاميه، وفي الاخر كتجي كتلقى ذاك اللاعب هو اول واحد كيدخل التيران. ما كيهمنا لا وينش لا حتى شي حاجه، حنا غادي ندخلوا نضربوا الشبكه.
صافي هادشي اللي كنعرفو. شفنا المستوى ديال الزمالك مع بورسعيد ماشي شي حاجه كتخلع، شي حاجه اللي كتقول زعما راه مستحيل انك تغلب. حتى حنا كنقول لهم يمشيو يشوفوا الماتش ديال الرجاء في كاس العالم للانديه، ويشوفوا الماتش ديال الرجاء ضد الفرق المغربيه مؤخرا باش يديو البطوله. هذيك هي الرجاء الحقيقيه، مازال ما شافوش الرجاء ديال بصح اللي غادي تخرج الانياب ديالها ملي كتشوف بن حليب، كتشوف الحافظي، كتشوف ميتولي ملي يكونوا في يومهم، تما غادي يقريوهم كره شكون هي. وكلنا وراء الرجاء البيضاوي لانها كتمثل المغرب، كنقولها وكنعاودها لان بزاف ديال الناس كنقرا الفيسبوك يقول لك ايوا هذوك راه ما شجعوناش فوقيته، ما تدياش على بروش كاتب شي بوست اللي كيحاول انه يقول انني كنمثل واحد الفصيله ما كتمثل والو. ملي كنجيو كمغاربه كنشجعوا الفريق المغربي، بيناتنا شغلك هذاك، شجع اللي بغيتي، كون بركاني كون طنجاوي كون من العيون كون من الداخله، كلنا مغاربه، كلنا كنشجعوا الفريق اللي كيمثل المغرب. اذا كنقول لكم ان وقت الحسم قرب، واملنا في الرجاء البيضاوي، بغينا اللعابه ينساو كاع هاد المعاناه اللي دوزوا، لا في الاصابات لا في هذا الماتش اللي فات لهذا، يفكروا في حاجه واحده، ان واخا كيبان لكم المدرجات فارغه راه الشعب موراكم، راه المغرب كامل من طنجة للقويره كلشي باغيكم انكم تغلبوا. اذا رفعوا العلم ديالنا وديروا اللي عليكم، وحنا وراءكم بقلوبنا، المدرجات فارغه. اما تصور ان درت هذه المقابله بالجمهور، نضمن لكم ان نصف الملعب الى رخصوه لنا الزمالك غادي نعمروه كلشي بالجمهور الدراجة. وجمهور الدراجة راه معروف، سول عليه في فرنسا، سول عليه في تركيا، سول عليه في اي بلاصه مشيتي غادي تلقى الجمهور ديال الرجاء البيضاوي، وجمهور اللي كيشجع اي فريق مغربي. اذا وصلنا اخر هذا الفيديو، بغيت نقول لكم ان كنعتذروا على لي فيديو اللي قبل من هذا، لان صورتهم بالتليفون كما قلت، وكانت الموسيقى مرتفعه لان الكاميرا كانت مبلوكيه، ما كدوزلاش لي فيديو للبي سي، عليها صورت بالتليفون. دابا حنا رجعنا للكاميرا على هذا الفيديو، هذا اللي غادي نبدا نصور الثالث ثاني، وما غاديش تبغي دير لنا البي سي. وعلى ذكر هكا، كنفكر انني نشري واحد الكاميرا اخرى تكون عاديه كتصور 4K، تكون كتصور فيديو عادي، بما انني انا ما محتاجش انا كانون، لانني ما كنديرش شي تصوير سينمائي، كندغري تصوير هكا باش كنهضر. بغيت شي وحده 4K تعطيوني في لي كومونتير الاسماء ديال احسن كاميرا 4K تكون رخيصه وزوينه، راكم عارفين المغاربه علاش كيقلبوا، تكون رخيصه شويه وزوينه وجوده عاليه. اذا وصل اخر هذا الفيديو، ما تنساوش لي كومونتير تعطيونا الاراء ديالكم حول التشكيله المثاليه اللي تقدر تمشي تمثل الرجاء البيضاوي، وما تنساوش تعطيوني حتى احسن كاميرا ولا الكاميرا اللي نقدر نقلب عليها باش نشريها. وصلنا اخر هذا الفيديو، السلام عليكم، ديما مغرب. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.